بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في هذا الفاصل رأينا في الفيديو الأول ما هي الصيغة الصيغة التي يمكن أن أصدر بها مشروع قلنا أنها مجموعة من الصيغ الصور المتحركة والثابتة وأيضا الفيديو ومتحركة الـ اف ثم رأينا اختيار نوع المشروع وتجربة المشروع نصحتكم بالأندرويد لأنه يعطينا في نهاية المطاف تطبيق يمكن تثبيته على الهواتف الذكي وأيضا إف أي متحركة تجربة مشروع رأينا ورأينا كيف نفعل ذلك و وأنتخي لنسرع العملية ثم ذهبنا إلى إعدادات العمل الملف طوله وعرضه ولونه وشكله العرض للعمل بعد ذلك مررنا إلى اختيار مجال العمل المناسب والنافذة التي نظهر قلنا مجال العمل هنا المناسب هنا كان أقصى اليمين هنا وهو المجال الذي يريحك والذي يناسب شخصيتك وطبيعة جهازك وشاشتك والنافذة فونيتخ إذا كنت تذكر نظهر منها ما قد نحتاج من إمكانيات رأينا أيضا كيف نحرك تلك العناصر وضرورة إغلاق تلك العناصر التي تكون هنا والتي قد تزعجنا ثم رسمنا الخطوط والأشكال حكمنا فيها وفائدة السهم الثاني تلك السهم التي توجد تحت السهم السوداء والتي تمكننا من تحريك الرسومات والتحكم في حوافها ثم راينا القلم والريشتين ودل الصباغه بعد ذلك مرنا الى انواع صور السيناريو الايماج كلي والايماج العاديه وكيفيه انشائها وراينا كيف ننشئ ايماج كلي فيد بواسطه الاف 5 ايماج كلي عاديه اعتذر بالاف 5 والاف 6 انشاء ايماج كلي والاف 7 انشاء ايماج كلي فيد, فيد وحذفها والفرق بينها ثم ذهبنا إلى إنشاء الطبقات ما يسمى بالإنجيزة باللاير أو الكارب الفرنسي والتحكم فيها والإخفاء الإقفال الانتباه إلى ترتيب الطبقات وشبهناها بطبقات زجاجية شفافة نرسم فوقها وكل طبقة علوية تخفي ما الطبقة السفلية إذا رسمنا في الطبقة العلوية قد نخفي ما يوجد في الطبقة التي أسفل منها ورأينا كيف نغير اسمها وكيف نقوم بتغيير أيضا ترتيبها ورأينا كيف يمكننا أن نجمع في ملف واحد عندما تصبح الطبقات كثيرة جدا ثم رأينا إحضار الصور والتحكم فيها وفائدة النقطة البيضاء في الوسط تلك النقطة تطرقنا إليها مرارا تمكن من تثبيت التحريك نحو جهة معينة عند التكبير وجعل وجعلها خلفية نقصد هنا الصورة كيف نجعلها خلفية ورأينا أن أفضل طريقة هي أن نعطيها نفس قياس الطول والعرض لمجال العمل ثم نضع في نضع في الاكس والاي المتعلقين بموضعها صفر صفر وراينا كيف نفصلها بالاف بي وكيف نضاعفها بالاف دي بالاف دي كنترول اقصد هنا الكنترول ليس اف كيف نفصلها بالكنترول ب وكيف نقوم بمضاعفتها داخل مجال العمل بالكنترول دي بعد ذلك رأينا مكتبة المشروع إمكانية مشاركة المكتبة بين المشاريع أحضرنا صوتا ومررنا إلى الألوان وكيف نختارها نعدل الشفافية اختار لون من مجال العمل وصناعة لون متدرج ولصق من الانترنت وأيضا من برنامج آخر لم نتطرق لبرنامج آخر ولكن شبهنا الأدوب بانميت ببرنامج آخر الأمر سيان ثم مررنا إلى النصوص والتحكمات والكتابة باللغة العربية مثال برنامج الوسيط هذا الخط من خطوط الوسيط وهي خطوط متقنة وفصل الحروف فصل الفصل نقصد به هنا ما يسمى بالسيبر ويكون بالكونترول بي ثم فصله في المرة الثانية ثم مرنا إلى إنشاء الرموز وشبهناها بأنها عل... كأن علب زجاجية شفافة بداخلها ما نرسم وعندما نريد الدخول نقر يعني ننقر عليها نقرتين فندخل وعندما نريد أن نخرج ننقر أيضا نقرتين في الفراغ قربها ثم نخرج ودراسة خصائصه وأنواعه وفوائده رأينا أنواعه و من سامبول بوتون والسامبول العادي والجرافيك ثم مررنا الى متحرك التغيير الشكل ما يسمى بالانتربولاسيون دو فورم راينا انها تنطلق من ايماج كلي الى ايماج كلي وتتحكم في فقط في المرسومات ثم راينا متحرك التغيير في الموضوع الكلاسيكي انتربولاسيون دو فورم دو موفمون كلاسيك والتي ايضا تنطلق من نقطه من ايماج كلي نحو ايماج كلي وتمكننا من احداث مجموعه من التحركات والتغييرات الحركيه ثم مررنا إلى متحرك التغيير التموضع الجديد وما يسمى بانتغوبيلاسيون دو موفمون ورأينا أنها لا تحتاج الانطلاق من من ايماج ايماج ولكن بتحريك العنصر يتحرك نحو المسار الذي حركناه نحوه ثم رأينا متحرك التغيير المسار يسمى جيد موفمون كلاسيك وكيف كيفية العمل عليه بعد ذلك أنشأنا الكالك ماسك وحركناه بطريقتين تحريك بشكل أفقي والتكبير بعد ذلك صففنا العناصر ووزعناها بشكل متناسق بمجموعه من الطرق، ثم تطرقنا الى ما سيكونس وما فائدتها، ثم استعمال خاصيه العرض ستوب التي توقف العرض وانشان ازرار التنقل بين الصور، واخيرا انشانا ازرار التنقل بين سيكونس. الان سأمر معكم الى ما سياتي ان شاء الله ويا. إذا بقينا في الحياة هي أمثلة للتحريك انطلاقا مما تعلمنا سنتطرق إلى بعض الأمثلة سنمشي إن شاء الله متحركة كلاسيكية تتغير فيها الإضاءة واللون والشفافية و... طرق اخرى للمتحرك الكلاسيكية او ما يسمى الانتربولاسيون كلاسيك ثم تجميع صوره مفصوله مقصوصه بتقنيه توزيع العناصر على الطبقات تجميع صوره مفصوله سناخذ صوره وسنفصلها بالكنترول بي ثم سنقصها ثم سنوزعها على الطبقات ونقوم بجمعها ثم هنا تجميع حروف مقصوصه سنقوم بفصل الحروف وسنعيد جمعها ثم الارتطام سنحاول ان نحاكي ارتطام كره عمود او اي شيء اخر المهم سنحاول ان ننشئ متحركه للارتطام ثم ظهور عنصر مرافق عند تمرين الفاره نمرر الفاره فيظهر عنصر مرافق يختفي عند ازاله الفاره ثم سنرى طريقة إدخال الصور المتحركة جيف كيف ندخلها داخل الأنيميت نستفيد منها ثم سنرى إن شاء الله استعمال الطبقات كالك داخل الأزرار كيف ننشئ طبقات داخل الأزرار ونستفيد من هذه الميزة ثم سنرى إن شاء الله ظهور رسالة ثابتة عند النقر عندما ننقر فتظهر رسالة ثابتة و سنحاول ان نجد نماذج اخرى او في التعليقات نماذج اخرى للتحريف لنتدرب عليها ان شاء الله كان هذا هو الفاصل، سنتوقف لمدة عن الفيديوهات إلى أن أعد إن شاء الله الأمثلة، هذه الأمثلة الأخيرة سأحاول إعدادها لأقوم بنشرها لاحقا إن شاء الله.